مكونات صينية البولتي: سمكة بولتي متقطعة جزل، خضرة، بطاطس، شرايح، طماطم، صلصة طماطم، جوز الطيب، كمون، بصل، وثوم. هجهز الفرن، هحط دي بس على جنب كده واغطيها علشان لما بيبقى الجو حر شوية، يعني مفيش هوا، اللي بيحصل ان الحشرات بتبتدي تتلم، فنغطي الحاجة عشان ما يجيش عليها اي حشرات. هقطع كده شرايح، طبعا البطاطس علشان نطمن انها استوت، يا يعني نقطعها رفيع قوي يا نديها نص سلقه قبل ما ندخلها الفرن علشان تبقى مستويه. طبعا حضراتكم عارفين السمك ما بياخدش وقت طويل قوي في السوى، فنبقى ايه مجهزينها يا متقطع رفيع زي ما قلت لحضراتكم يا مسلوقه نص سلقه. مش هناخد دي، كفايه طماطميه واحده. هناخد 4-5 فصوص ثوم، طبعا على حسب الثوم، ساعات الثوم اللي بيبقى اللي هو الثوم الصيني تلاقوا الفص حجمه كبير جدا لكن طعمه مش قوي. الثوم البلدي بيبقى كويس قوي بس هو بيبقى بيعاكس شويه في التقشير. هقسمهم كده كل واحده بسيط. والكمون، البهارات او جوزة الطيب. احنا خلصنا دول ودول ودول. صلصة الطماطم، يعني ممكن استعمل شوية من المية، ممكن احط ربع كوباية مية. والبطاطس اربع معالق زيت تقريبا، معلقه ملح، معلقه مليانه بس المعلقه دي صغيره كفايه زيت كده، شويه من الفلفل الاسود. وزي ما قلت لحضراتكم هاخد ربع كوبايه ميه. ربع كوبايه الميه بتساعد ان انا اقلب كل حاجه مع بعض، وعشان الصلصه كمان تبقى ايه تفك، ما تبقاش فيها كلاكيع. وهقلب كويس كده. التقليب ده بيفرق جامد جدا، يعني نوسع كده كل بطاطسايه بعيد عن التانية علشان يدخل فيها التتبيلة، عشان لو اتحطوا فوق بعض في الصينية مش هيبقى كله نفس الطعم. هعمل ايه بقى؟ احط السمكة واحط عليها التتبيلة. وهقلب عليها التتبيلة كده زي ما هي. خلي بقى كل حاجة فوقيها كده. وهغطيها بورق ألومنيوم كده حاجة بسيطة. وطبعا يبقى الفرن جاهز. انا بغطيها علشان اتاكد ان البطاطس استوت، لان دي بطاطس مسلوقه. لو عاملين البطاطس بقى يعني سلقينها نص سلقه ممكن ما نغطيهاش. اكتمها كده كويس. وعلى الفرن طبعا والع وجاهز.